بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين، النهارده معاكم هو انا اسمي ايه؟ طب انت اسمك ايه؟ طيب يعني هنسميك ايه؟ البروفيسور. وانا البروفيسور. النهارده عندنا فصيله حيوانات نادره جدا جدا جدا، معروف ان هو حيوان شرس، مطلوب مننا ان احنا ناخد له صوره واحده. حيوانات نادره ده دمع، المفروض ان احنا ناخد له صوره واحده بس، عشان يعني ما اعرفش هم قالوا لنا نصور، بس ما هو قالوا لنا نعمل ايه بعد ما نبعتها على الايميل. نبعتها على الايميل، احنا في جزيره احنا مش عارفين نخرج اصلا من هنا، احنا بقالنا 3 سنين هنا. لا لا بص انا عارف طريقه كويسه خالص، تعالى كده احنا في جزيره يا ابني، نيجي الباب بيفتح. شفت احنا بقالنا 3 سنين محبوسين عشان ما قربناش من الباب فعلا. ما حدش فكر ان هو يفتح الباب قبل كده، اقرب منه. اطلع بقى. واو، زي ما انتوا شايفين ورانا في مسبحه حصلت هنا. انا ارجح الموضوع ده، هنعرف دلوقتي حصل بسبب ايه. تعال 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 خليك ورايا عشان حصل اي حاجه. سلحفه مائيه. خليك ورا البروفيسور. يا بروفيسور استنى استنى، انا البروفيسور عشان نعرف اي حيوان بري بيتنفس ولا لا بنديله طلقه في المخ. ثانيه واحده، لو ما تقصمش يبقى هو جس. هو ده الحيوان النادر؟ لا مش ده، تاني هتعرفه اول ما تشوفه. طب باشا والنبي ما تجريش وتسيبني، يعني المفروض انا اللي بحميه. يا عم انا راجل عجوز. ايه ده؟ وهو باين ده في عفن هنا. ايه رايته وحشة. بس في سؤال، هو ازاي الدب جامع الغزالة جامع التعبان؟ واضح ان هما كانوا بيجروا من حاجة مخوفاهم كلهم. ايه اللي خلاهم كلهم يجروا كده مرة واحدة؟ طيب قدامنا ثلاث اتجاهات. طبعا احنا لازم في البرية عشان ما نتوهش بنحدد اتجاهاتنا بطريقة علمية. بادي بادي كرومب زبادي بيدي. واضح اللي احنا تهنا. هو احنا هنعرف نرجع الشط التاني اصلا؟ بروفيسير. يلا بينا بروفيسير. بس بس ما تخافش انا هحميك. مين؟ يا روي يا خرابي، انا هخش الراجل لراجل بالبوكس يا خرابي. واو ده نهر. It is actually نهر. بموت. ما تخافش انا احميك بروفيسير، انا احميك. ده بيجري ورايا انا، بيجري ورايا انا. كاميرا ده بيجري بظهره. ايه ده؟ ده بيجري بظهره. اوه ايه ده؟ ده انت ده مؤاخذة، انت قتلت البروفيسير. انت قتلت البروفيسير. هنعمل ايه من غير بروفيسير؟ ايه؟ هنعمل ايه من غير بروفيسير؟ سلام عليك. انا شايفه هناك ده. سلام عليك. عجزتني من يوم ما مت يا بروفيسور. انا مش بروفيسور. امال انت مين؟ نخت وحيد. طب يلا يا عم وحيد. سمعت ان عمي مات مقتول. اه في اسد جه وقتله فعلا. مش انا اللي قتله خالص على فكره. غريب ان في اسد قتله بسهم في بطنه. اول حاجه اتعلمتها من عمي اللي هو جوز امي. جوز اختي وتبر. ثانية واحدة هو عمك يبقى ايه؟ عمي انا ابن اخته. عمك يبقى ابن اختك ازاي؟ انا ابن اخته. ازاي مش هو العم لو اخته تبقى خالتك؟ لو تبقى انا ادرب عيلتي. اوه يلا ايه ده؟ ازاي ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ دوت ما تقلقوش منه، ده بيمثله فيلم لاين كينج. يعني عادي عادي؟ لا عادي عادي؟ استنى هأكد لك ان هو في بس. اوي طول ما انت ماشي هادي مش هيهاجم عليك. اوي في الباب اوف نيتشر. انا عايز اقول لك لم الاسود كلها عليك. ده كوبرا. قاتل على اليمين انت هتقتل على الشمال. انت اقتل على اليمين. اقتل على اليمين. يمين ولا شمال يا عم؟ اقتل. بص انا هوريك برضو قوة الزعيم في اني اعدي بينهم ومحدش يلمسني. اوي اوعى. ايه انا كنت طايره فوقي عادي ولا ايه؟ يا نهار اسود. اوبا يا نهار اسود. الحارس بتاعنا مات. الحارس بتاعنا مات. انا بعت اجيب حارس جديد بدل الحارس اللي مات. جبت واحد استعمال طبيب كده بس، يعني حاجه تقضينا الاخر اللي مات. هشرفك يا اما وارفع اسمك عالي فوق في السماء. بس هو متحمس بس شويه في السابة.
كان نديله حبايه مهدئ بس خلاص. لقينا غزاله كمان ولا دي مش غزاله دي؟ عم بقى كرهتونا من الغزال بقى. انتوا بتقتلوا الحيوانات يا جدعان، انتوا كده بتلعبوا في الطبيعه. اكشلي انا بحب العب في الطبيعه، تمام يا طبيعه. انا كنت العب في الطبيعه، اعترف بالالقاب. يا اوه لقيته. اوه ده جميل قوي. اوعى تتجبر. ده ايه ده؟ كل دي دماغه الجسم ده. هو التمساح ده عايش؟ احنا هنحاول نقوده الاتجاه اللي احنا عايزينه، احنا عايزينه يطلع البحر. الله الله، محدش هنا خوار انا. اوف والله انا حرقت ولا والله حرقت ولا ده النت؟ قتلت الحيوان النادر. قتلت النادر؟ الحيوان النادر؟ طب هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ هنام فيه يعني؟ هنام فيه ايه بالظبط؟ فاهم؟ يا ريتنا. بص هينقله دلوقتي، جاي بينقله. استنى استنى هغسله يفوق، بس مجهد شويه. هيعيش يا جماعه، انا عالم. فاق كده؟ فاق. بروفيسور بروفيسور، هو كل الحيوانات اللي ماتت هنا دي ماتت بسببك؟ عرفت سيري وما ينفعش يطلع بره. اوكي يلا ابدأوا. طب انا شكلي ايه بس يا جماعه؟ معلش. راجل عجوز. راجل عجوز بنضاره. لا استنى بقى، انا المفروض اوكي انا عالم. طيب ماشي. ايوه. طب وانا عالم وجايب معايا ارهابي؟ غير شكلك ده. وانا جندي يعني؟ طيب. يعني جندي بس بلاش شكل الارهابيين انت جايبه. حاضر استنى يا عم، ما انا كده هضطر اغير شكلي وهموت واجي لك تاني. اهو فاكت.